البداية إذن من العراق، حيث أغلق متظاهرون عراقيون مصفات الشنافية النفطية جنوبي محافظة الديوانية. وفي محافظة البصرة هاجم محتجون غاضبون مقرا للقوات البحرية في ميناء أم قصير في محاولة لإطلاق سراح متظاهرين موقوفين. وفي محاولة لاحتواء الأزمة أعلنت وزارة الدفاع العراقية إعادة أكثر من 45 ألف جندي مفصول إلى الخدمة ضمن إجراء تقول الحكومة إنها للحد من البطالة واستجابة لمطالب المتظاهرين. وقد طالبت العديد من الدول الغربية السلطات الرسمية بضرورة احترام الحق في التظاهر وحماية أرواح المتظاهرين. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستديو الدكتور فارس الخطاب، مدير المركز السومري للإعلام ودراسات المستقبل. أهلا بك دكتور فارس معنا. يعني قبل قليل كنا نستمع للسيد عادل عبد المهدي تحدث عن ضرورة إجراء تعديلات في إطار الدستور، وأن التغيير يفترض أن يكون في إطار البرلمان. إلى أي مدى حقيقة هذا التغيير الذي يتحدث عنه هو ضمن مطالب المتظاهرين؟ هو حقيقة يعني لمن موجه الكلام؟ السيد رئيس الوزراء يتحدث وكأنه الجماهير تطلب شيئا والبرلمان يطلب شيئا. إذا كان لديه إجراءات وإذا كان يجد أن الدستور كما تطالب الجماهير بتغييره أو إلغائه وإعادة كتابة دستور جديد غير مملى عليه من قبل شخصيات ربما توصف بالصهيونية والأمريكية وغيرها في زمن بريمر، عليه أن يوجه هذا أو يتفق بهذا مع رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية. الرئاسات الثلاث يجب أن تجتمع وتتخذ قرارات. إذا كانت كما تفضل هذه المتغيرات أو التغييرات يجب أن تكون تحت قبة البرلمان، فما الذي يؤخر عادل عبد المهدي أو رئيس البرلمان أو رئيس الجمهورية عن اتخاذ مثل هذه الخطوة؟ نحن نرى أن التظاهرات تتصاعد يوما بعد يوم، وحجم التضحيات والخسائر في الأرواح وفي الممتلكات يزداد يوما بعد يوم. كما تفضلتي، مصفات الشنافية في الديوانية، ميناء أم قصر بوابات مغلقة، وربما أيضا هناك أشياء كثيرة قد تحدث في اليومين المقبلين تهدد القضية العراقية بكاملها من الناحية الجماهيرية ومن الناحية الحكومية. طيب، يتردد يعني الحديث لدى الطبقة السياسية بشكل واضح، التعديلات تتحدث عن الأحزاب السياسية، تتحدث عن قانون الانتخابات. يعني طرح هذه الأفكار هل هي كافية بالنسبة للمتظاهرين؟ يعني هل تنحصر مطالبهم السياسية فقط في هذا الإطار أم بإزاحة كل الطبقة السياسية؟ واقع الحال التظاهرات بدأت بمطالب، والمطالب هذه ربما تتعلق بالحياة الاجتماعية والحياة المالية والاقتصادية للشعب، لكن طريقة تعامل الدولة مع هذه التظاهرات بهذه البساطة حولتها إلى ربما انتفاضة، ثم تحولت إلى ما يشبه الثورة. تحولت المطالب أيضا من مطالب تتعلق بالحياة الاجتماعية والمالية للناس إلى مطالب بتغيير نظام ثم إسقاطه ثم إلغاء العملية السياسية أو النظام المحاصصة الذي أنشئ من بعد 2003. المطالب هذه هي المطالب التي ربما تزيد ولا تنقص. الشعب العراقي الذي خرج الآن للتظاهر وقدم تضحيات بصدور عارية ليس لديه أي خط للعودة إلى الوراء، لأنه قدم الدم، ومن يقدم الدم ينتظر تغييرا شاملا. لذلك أنا يعني أستغرب أن يخرج السيد عادل عبد المهدي للمرة الثالثة بخطاب بين قوسين فارغ، ليس فيه محتوى، ليس فيه هدف، ليس فيه رؤية. نعم. الحديث كأنما يعني يتحدث مع آخرين في عالم آخر. أنت لديك شعب ثائر ولديه مطالب، اسعى من أجل تحقيق على الأقل متغيرات تهدئ من هذا الشارع وتعطيه روح الأمل وأيضا فسحة من الوقت بحيث ينتظر متغيرات ضمن هذا الوقت المتاح. أشرك معي السيد وائل الركابي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. أهلا بك سيد وائل. لابد أنك استمعت لحديث السيد عادل عبد المهدي الذي تحدث قبل قليل عن التعديلات الدستورية وأن أي تغيير يجب أن يكون من خلال البرلمان. الحديث عن هذه التعديلات أو هذه التغييرات، هل هي قادرة على تحقيق أو تقترب إلى أي مدى من مطالب المتظاهرين؟ بدأ يعني هذا الطرح يعني لا يختلف عن مطالب المتظاهرين شيء. المتظاهرون يطالبون
بشيء من التغييرات الحقيقية الجذرية الفاعلة، سواء كانت العملية السياسية بالبرلمان بالدستور، وهذا ما اتفقت عليه كل الأطراف أن هناك رغبة في التغيير بشكل حقيقي. لكن الفرق ما بين رغبة المتظاهر الذي يريد أن يغير ولكن لا يعرف كيف أن يغير عبر أي قناة، وبين من هو يحاول أن يضع الأمور بشكلها الحقيقي، نعم للتغيير لكن عبر الأدوات والأطر الدستورية. من الذي يلغي قانون الانتخابات؟ من الذي يجدد قانون الأحزاب؟ من الذي يقيل المفوضية؟ من الذي يحاول أن يعدل كثير من القضايا التي يجب أن تمرر بموازنة 2020 ويضيفها ضمن البنود والنقاط المتواجدة في هذه المواد؟ أليس هو البرلمان العراقي أو الحكومة الحالية؟ أما موضوع اليوم علينا أن نقيل الحكومة وعلينا أن نبعد الكتل السياسية وماذا بعد؟ ما هو البديل؟ حكومة انتقالية؟ حكومة عسكرية؟ طيب الآن الأشياء، بعض الأعمال قامت يعني تخرج عن الإطار العام. المتظاهر السلمي واضحا أموره ومطالبه واضحة، أما نحن كعراقيين كمواطنين قبل أن تكون كدولة لا نقبل أن يعطل الشارع العراقي ولا نقبل أن يعطل الاقتصاد العراقي. طيب. طيب في ظل هذا المشهد سيد وائل، ويعني في ظل الحديث عن أن التغيير يجب في أن يتم في الإطار القانوني، هل برأيك يمكن أن تحدث هذه التغييرات التي يطالب بها المتظاهرون في ظل المنظومة السياسية القائمة حاليا؟ نعم سوف يحدث بعض، سوف تحدث تغييرات وسوف يحدث فيها أشياء كثيرة لربما تنبئ فيما بعد أقل من 6 أشهر عن انتخابات مبكرة، ولربما تكون بإشراف منظومة جزء من رقابة أممية وليس رقابة دولية كبيرة، لا أممية، ممثل مبعوث الأمم المتحدة قد يكون هو الطرف الذي يحاول أن يعني يكون وسيطا ما بين المتظاهرين وما بين هذه الطبقة السياسية. بالتالي من الممكن جدا أن تتم هذه التغييرات ما دامت الأطراف جميعها تسعى إلى هذا التغيير ومتفقة مع هذا التغيير، لكننا لا نريد أن ندخل في فراغ وفي فوضى بنداء يرفعه المجموعة الشابة المحقة فيما تطالب. أنا لست ضد المتظاهرين، أنا معهم فيما يطالبون وضد الطبقة السياسية، لكني أختلف عنهم أنني لا أريد أن البلد يدخل في فوضى وفي طيب. حالة من الانتهاء. ابقى معنا سيد وائل، أعود لك دكتور فارس الخطاب. يعني السيد وائل الركابي يحذر حقيقة من الفراغ، ويقول بأنه يمكن إجراء التغييرات الجذرية التي يطالب بها المتظاهرون في ظل الطبقة السياسية القائمة حاليا. هل يمكن حقيقة تحقيق أي من التغييرات في هذه الأطر بوجود هذه المنظومة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف على لسان يعني سيدنا نوح: ربي لا تذر منهم على الأرض ديارة إنك إن تذرهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عملية الفساد والعملية هذه التي بنيت على المحاصصة الطائفية والعرقية والقومية والحزبية بدأت منذ عام 2005 وحتى اليوم. من يصلح الفساد إذا كانت المنظومة فاسدة؟ هو السيد الركابي يتكلم عن فلسفة لا وجود لها على أرض الواقع الآن. هناك شعب خرج متظاهرا، وكما ذكرت الحكومة لم تتعامل معه كشعب وإنما تعاملت معه كأنما عصابات خرجت لتمارس أعمالا ضد القانون. عليها أن تتحمل وزرها. ليس هناك منطق. من كان بديل البشير في السودان عندما أسقط من الحكم؟ هل استورد الحكومة من الخارج؟ هناك شعب، ومن ثم أنشئت جبهة إنقاذ، وجبهة الإنقاذ تشاورت مع الأحزاب السياسية ومع القوى الفاعلة ومع المستقلين والأكاديميين، وتم اختيار منظومة حكمت البلاد لفترة وجيزة، ثم تم اختيار رئيس الوزراء السوداني الذي نال احترام العالم. هذه التجربة ليست تجربة أولى في العالم. أما أنه نتحجج ونتكئ على الفراغ الذي يمكن أن يكون، لا. لو كان لدى الطبقة السياسية الحاكمة الآن يعني درجة واحدة من الحرص على العراق كوحدة جغرافية، كوحدة اقتصادية، وكوحدة شعبية اجتماعية، عليها أن تحل نفسها وتشكل
جبهة إنقاذ من عناصر مستقلة من طبقات أكاديمية. واقعياً دكتور فارس، هل بسهولة يعني إزاحة كل الطبقة السياسية الموجودة في العراق؟ يعني الحسبة السياسية دعنا نقول في العراق مختلفة تماماً عن السودان. نعم، لكن هل يمكن إزالة الطبقة السياسية بهذه السهولة؟ ليست بهذه السهولة، ولهذا هناك دم يراق. ثم الثمن عندما يكون دم، التغيير يكون أيضا شامل وكبير. نحن لا نقول العملية سهلة، خاصة أن إيران متدخلة في الملف العراقي ولديها مصالح استمرت منذ عام 2003 وحتى الآن لن تتخلى عن مصالحها بهذه الطريقة، ويتدعم الحكومة العراقية وربما تملي عليها هذا التسويف في مسألة تلبية المطالب من جهة أو الاستقالة من جهة أخرى. ماذا يضر السيد عادل عبد المهدي لو استقال منذ المرحلة الأولى من هذه التظاهرات لتحل محله وزارة ربما تمتص بعض من غضب الجماهير وتعطي وعودها لها بالتغيير؟ لم يحدث هذا، وكأن الجماهير في وادي، ومن ثم القتل البارد، القتل بدم بارد. وأنا أتعجب كيف يكون هناك مسؤول ويقول أنا مسؤول أمام الله وأمام القانون والدستور وهو يرى ما يرى من عمليات قتل بشعة لشباب بعمر الزهور، لا يحمل بيده سلاح، يقوم يرفع الراية العراقية فتصيبه رصاصة في رأسه أو قنبلة مسيلة للدموع. هذا الموضوع الحقيقة موضوع أنا لا أسمع من أشخاص منتفعين من الأوضاع السياسية في العراق منذ عام 2003 إلى الآن، لا يسمع لهم الآن. لا أستطيع أن أضمن حتى سلامة أي شخص يدخل وسط المتظاهرين ويتكلم بكلام يدافع به عن العملية السياسية. طيب، والحكومة القائمة. سيد تفضل، لديك تعقيب، تفضل. نعم، أنا الآن قادم من ساحات المظاهرات وأنا أشارك المتظاهرين وأنصح المتظاهرين بالبقاء للضغط من الناحية السلمية على 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 هذه الحكومة وتبديل الطبقة السياسية. لكن أود أن أوضح أن العراق ليس كالسودان، العراق بعد 2003 بني على أسس ديمقراطية. هذه الحكومة لم تأتي كما جاء البشير بانقلاب اطلاقا، جاءت عبر قنوات. اي ديمقراطيه استاذ وائل؟ استاذ وائل قد تكون مسيئه. استاذ وائل، اي ديمقراطيه؟ اي ديمقراطيه؟ ديمقراطيه القتل على الهويه، ديمقراطيه اجتياح المدن، ديمقراطيه قتل الناس باسم الطائفه، ديمقراطيه قتل الشباب الان، قتل الشباب بالمئات. دكتور فارس، هل هاي هي الديمقراطيه التي اكتسبناها؟ دعه يعبر عن وجهه نظره، تفضل سيد وائل. يعني البلد منذ 2003 نحن نعيش اجواء ديمقراطيه وقانون ودستور، قبل هذا لم يكن لنا دستورا اطلاقا وكان حكم دكتاتوري. ولكن يعني هل يمكن توصيف سيد وائل يعني الوضع بانه ديمقراطي وهو مبني اصلا على نظام سياسي قائم على المحاصصه الطائفيه؟ يعني هل يتماشى هذا اصلا مع الديمقراطيه والذي انعكس سلبا اصلا على الشارع العراقي؟ أتفق معك تماما، وهذه واحدة من مطالب المتظاهرين أنهم لا يريدون هذه المحاصصة. هذه المحاصصة جاء بها بريمر والكتل السياسية التي كانت خارج العراق، فبالتالي أراد أحدهما أن يطمئن الآخر فكتبوا دستورا فيه شيء يؤكد على هذه التوازنات السياسية، لأنهم عاشوا بالحكم سابق 35 سنة فقدوا الثقة من الطبقة السياسية. فبالتالي نحن نريد أن نبدل الآن، نريد أن نعدل. من الجهة التي تعدل لنا هذه المواد وتخرجنا من هذا الدستور؟ نحن نريد أن نعدل وفق الأطر القانونية. طيب، وإن كان هناك فقدان للثقة، يعني إن كان هناك فقدان للثقة من الشارع العراقي بالطبقة السياسية الحالية، يعني حتى التيار السياسي في مواقع نفوذه وفي مناطق نفوذه هناك انتفاضة شعبية عليه، كيف يمكن إعادة هذه الثقة أو إقناع الشارع بأن ما تقدم عليه هذه الجهات من خطوات هو فعلا ضمن الإطار العام أو الصالح العام؟ لا، أنا لا أقول أن التغيير يأتي عن عقلية هؤلاء السياسيين الموجودين الآن، لا، لكن هذا السياسي الموجود الآن يمثل برلمان، فبالتالي أشكل لجنة حقيقية من القضاة ومن القانونيين ومن حكماء القوم وعلية القوم المستقلين الذين لا ينتمون إلى طرف سياسي ولم يشتركوا بهذه العملية السياسية القذرة، فبالتالي هؤلاء يطرحوا رأيا
عليه أن يصوت داخل البرلمان وينفذه القضاء. شكرا جزيلا لك سيد وائل أريكابي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد على هذه المشاركة. دكتور فارس، يعني على عجالة، ما هي السيناريوهات المتوقعة في ظل استمرار هذه المظاهرات، وإن كان يعني الخطاب الرسمي يميل لما يتحدث به السيد وائل أريكابي؟ نعم، السيناريوهات بدأت ليلة أمس، يعني استراتيجية جديدة في التعامل مع التظاهرات، وهي عملية إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين. يعني الحل الأمني خيار. الحل الأمني سيزداد. أنا بعد حرق القنصلية الإيرانية في كربلاء وظهور مسؤول حكومي عراقي يقول أن التعرض لدى الأماكن الدبلوماسية أو المقرات الدبلوماسية خط أحمر، وأيضا تهديد المتحدث الرسمي باسم وزير خارجية إيران ليلة أمس بتصريح مباشر أن إيران خط أحمر وسيواجه من اعتدى على قنصليتنا عقوبات شديدة وستكون درسا لن ينسوه. هذه ربما تنذر بممارسات عنفية كبيرة من قبل أجهزة الأمن ومن قبل بعض الميليشيات كعصائب أهل الحق وغيرها. شكرا جزيلا لك دكتور فارس الخطاب، مدير المركز السومري للإعلام ودراسات المستقبل. شكرا.